بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب بفيديو جديد. طبعا شفنا وزي ما بنشوف كل سنه صلاه العيد في مصر بنلاقي ان الستات بيصلوا جنب الرجاله، وطبعا المشهد ده غريب جدا ولا يجوز. ليه لا يجوز؟ علشان المراه بتكون متبرجه احمر واصفر واخضر وبتصلي جنب الراجل، وده نوع من الفتنه واختلاط محرم. وتاني شيء ان بيكون نتيجه الزحام ممكن يحصل نوع من التلاصق او نوع من التلامس، وده اصلا محرم. وتالت شيء ان هي مش مجبرة اصلا اللي هي تصلي مع الرجالة، لان صلاة العيد سنة عند جمهور الفقهاء، وممكن يعني تبعد وتدور وتتحرى عن مكان ملائم ليها ولسيدات معها او نساء معها. انما الاستسهال من بعضهم احيانا سواء رجال او نساء ده اصلا كله لا يجوز، لان الامر ينطوي على مخالفة واضحة وهي الاختلاط الواضح غير المبرر. طيب، لكن ده ينقلنا إلى مسألة فقهية. هل يجوز صلاة الرجل بجوار المرأة بدون فاصل أو حاجز؟ طبعا لو في فاصل أو حاجز فعند الأئمة كلهم أو عند جمهور الفقهاء كلهم إن هذه صلاة صحيحة. طيب لو مفيش فاصل أو حاجز أو عمود، طبعا بدون تلامس أو تلاصق ويكون في اضطرار وضوابط معينة، الست صلت جنب الراجل، حكم صلاتها ايه؟ اختلف الفقهاء. الاحناف قالوا صلاة تبطل صلاة ثلاثة رجال اذا صلت المرأة مع الرجل او بجوار الرجل او بمحاذاة الرجل. صلاة الرجل اللي جنبيها، وصلاة الرجل اللي جنبيها من الناحية الاخرى، وصلاة الرجل اللي وراها. طب واللي قدامها؟ قالوا لا، لان الاصل ان المرأة بتصلي وراء الرجل، فالراجل اللي قدامه كده مفيش منه مشكلة، إنما اللي يمين وعلى الشمال ومن ورا صلاتهم باطلة. طيب الجمهور بقى قالوا لا، إن الصلاة صحيحة. حتى الإمام النووي رد على الحنفية وقال: وهذا تمسك بتفصيل لا أصل له، وعمدتنا أن الصلاة صحيحة ما لم يرد دليل واضح على البطلان. قال لك الراجل صلى والست صلت وأدوا الأركان وأدوا الشروط وأدوا الواجبات، يبقى الصلاة صحيحة. اللي يقول لنا الصلاة باطلة يجيب لنا دليل، وده فعلا القول الراجح، إن صلاة الرجل بمحاذاة المرأة طبعا بظروف معينة وضوابط معينة وليس الأمر على الإطلاق، صلاة صحيحة. لكن الأصل إن الست لما بتصلي مع الرجل بتكون خلف الرجل. وفي البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس بن مالك ومعه يتيم وامرأة عجوز، فصلى بأنس والولد اليتيم وراء، كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائهم المرأة العجوز، فقالوا إن الأصل إن المرأة بتصلي خلف صفوف الرجال. لكن مشهد العدة مشهد لا ينبغي أبدا، ولازم ولاة الأمر من الآباء والأمهات ونحو ذلك يمنعوا هذا المشهد، لأن ده اختلاط محرم لا يجوز لما فيه من التلاصق واللمس وإطلاق البصر والفتنة والزينة الظاهرة، كل ده لا يجوز. إنما كمسألة فقهية عرفنا التفصيل وعرفنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة، وهو ده مذهب جمهور الفقهاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.